تتجه إلى ملعب ملعب استاديو جيزيب ميزا بميرانو للي سيدة مباراة لانتير ميران وفريق برشلونة في الجولة الثالثة من دوري ابطال اوروبا في قمة المباراة اليوم الكل يريد مشاهدة المباراة اذا ما عليك فضل الضغط في والاشتراك بالقناة وشاهد معنا الفيديو حتى الاخير لكي تعرف كيف تشاهد مباراة اليوم سوف تلعب في الساعة 8 مساء بكل من توقيت الجزائر وتونس والمغرب والساعة 7 مساء بتوقيت غرينيت وسوف تنقل هذه المباراة على قناة بي ان دي ديوان الناقل الحصري دي للمباراة المباراة على في خريف تجدون البث في صندوق الوصف بجودة فول اتش دي وبدون تقطيع نتمنى لكم فرجة ممتعة ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك بالقناة وشاركونا توقعاتكم للمباراة من سوف يفوز فريق الانتر ميلان المستضيف مباراه اليوم او فريق برشلونه الضيف الثقيل اليوم